بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النور نطلعها. قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم الآية. قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، الحرج الإثم، كلمة حرج معناها إثم، فالمعنى ليس على الأعمى إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم، ولا على أنفسكم إثم. ما الإثم المرفوع هنا؟ ما الحرج المرفوع هنا؟ من العلماء من قال إن الحرج هو التخلف عن الجهاد، أي ليس على هؤلاء المذكورين إثم إذا تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. ليس على الأعمى حرج إذا تخلف عن الجهاد، وليس على الأعرج حرج إذا تخلف عن الجهاد، وليس على المريض حرج إذا تخلف عن الجهاد. واستدل القائلون بهذا القول بنظير هذه الآية في سورة الفتح، إذ الله قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وبعدها قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهذا القول الأول في تفسير الحرج المنفي في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، أنه الحرج في التخلف عن الجهاد، أو الحرج الذي هو بسبب التخلف عن الجهاد. وقال آخرون من أهل العلم إن الحرج المرفوع إنما هو في الطعام والشراب. فكيف ذلك؟ قالوا في ذلك وجهان: كان الأعمى إذا أكل مع الناس ربما تمتد يده إلى لقمة أمام الناس، والناس يتضايقون منه بسبب ذلك، فرفع الحرج عنه بسبب ذلك في الطعام والشراب. وكذلك الناس بعضهم كان يتقزز أن يأكل مع الأعمى، أو يتحرج أن يأكل مع الأعمى، يقول: لعلي أن أصيب لقمة طيبة أو قطعة لحم مثلا والأعمى لا يدركها، فآثم بسبب إيثاري لنفسي على الأعمى. فكان بعض الناس يتحرجون من الأكل مع العميان بسبب هذا التورع أو تقذرا، وكان الأعمى نفسه يتحرج أن يأكل مع الناس. فمن العلماء من قال إن الحرج المرفوع هو الحرج في الطعام مع الأعمى، أو الأعمى مع الناس. والذي يظهر والله أعلم أن الحرج المرفوع عن الأعمى إنما هو ما يتعلق بالإبصار، والحرج المنفوع المرفوع عن الأعرج إنما فيما يتعلق بالكر والفر والإقبال والإدبار والجهاد. والحرج عن المرفوع على المريض أو عن المريض إنما هو في الصلاة جالسا على سبيل المثال، أو في الفطر، أو في التخلف عن الجهاد. فالحرج بحسب نوع العذر. بمعنى الأعمى قد يكون عليه حرج، يكون عليه حرج فيما يتعلق باللسان، شخص أعمى لكن لسانه بذيء، بذيء اللسان، عليه حرج في لسانه، أعمى لكنه سباب وشتام، عليه إثم لسبه وشتمه، فليس الحرج مرفوع عنه مطلقا يفعل ما يشاء، إنما الحرج المرفوع عنه فيما يتعلق بالإبصار. فمثلا كان يمشي فاصطدم بشخص لا يعاتب الأعمى، رجل أعمى، لكن إن كان يمشي فقذف امرأة يا من بك وبك يعاتب على القذف.
فلا يعاتب على ما يتعلق بالإبصار ويعاتب على ما يتعلق باللسان أو يعاتب على ما يتعلق بما يقدر عليه. الأعرج لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار، فإذا جاهد سيقتل سريعا ولن يستطيع أن ينكي وينزل بالعدو النكاية، فليس عليه حرج إذا تخلف عن الجهاد، لكن أيضا إذا كان بذيء اللسان يحاسب على ما اقترفه بلسانه. كذلك الأعرج يحاسب على ما نظر به إلى المحرم وإلى استماع المحرم، إذا كان أعرج لكن ينظر إلى النساء وينظر إلى المحرمات ويستمع إلى الفسق والفجور يحاسب على هذا الاستماع. أما المريض فعلى حسب نوع المرض، قد يكون مريضا لكن يتكلم جيدا فيحاسب على الكلام، قد يكون مريضا لكن لا يستطيع الصلاة قائما يصلي جالسا، يكون مريضا لا يستطيع الصيام يفطر ولا حرج عليه إذا أفطر، لكن ما يتعلق بالبصر ما يتعلق بالتصرفات التي لا يؤثر المرض فيها يحاسب عليها المريض. هكذا قال بعض العلماء، في وجوه ثلاثة وثمة وجوه أربعة، ومن العلماء من رجح وجهة الأكل لأنها منصوص عليها في الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فإذا قلنا إن هنا وقف ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فالتفسير على الوجوه المذكورة. أما إن قلنا بوصل الآية ولا على أنفسكم أن تأكلوا، فيكون العود عود الأكل على الجميع، كذا قال بعض أهل العلم: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. لماذا ذكر قوله أن تأكلوا من بيوتكم؟ ليس عليكم إثم أن تأكلوا من بيوتكم، مع أنه معلوم بداهة أن الإثم مرفوع إذا أكلتم من بيتي. قال بعض العلماء: ذلك لاقترانه بغيره، فذكرت لقرن غيرها بها. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله بيوتكم بيوت أبنائكم، فإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فحمل بعض العلماء قوله تعالى من بيوتكم أي من بيوت أبنائكم، لأن الأبناء لم يذكروا في الآية. وفي الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى أن تأكلوا من بيوتكم المراد به بيوت أزواجكم، إذ البيت منسوب للمرأة، قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهذه ثلاثة أقوال في سبب ذكر بيوتكم مع أنها معلومة، والأكل من بيوتنا مباح، أو بيوت آبائكم، يعني ليس عليك إثم أن تدخل بيت أبيك وتأكل فيه، أو بيت أمك وتأكل فيه، أو بيت إخوانك فتأكل في بيوتهم، أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، إلى غير المذكورات. فليس عليك إثم أن تدخل بيت عمك وتأكل فيه، ولكن كل هذا مقيد بالمعروف، فالمرأة وإن كان يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه، لكن أخذها يكون بالمعروف، وأنت أيضا تأكل بالمعروف. فمثلا في بعض البلاد في حالات الفقر يكون في بيت عمك مثلا كيلو سمن بلدي غالي الثمن معروف، ومدخره يأخذ كل يوم منه جزءا يسيرا يأتدم به أو يضعه على الرز مثلا، فإذا أنت دخلت وأكلت الكيلو كله أو نصف كيلو السمن مثلا كله، فكنت تجاوزت المعروف وأضررت بصاحب البيت في هذا المقام، فحينئذ تلام. أو مثلا عمك أتى بكيلو لحم، يفترض لكل ولد قطعة لحم
البيت فيه ثمانية أفراد والكلب قسم على ثمانية كل ولد قطعة لحم. دخلت أنت بيت عمك فأكلت الكيلو كله بما أحدث إضرارا لأهل البيت أو حرمانا على الأدق لأهل البيت، فالأكل إنما يكون بالمعروف دائما الأحكام الشرعية أو جلها إلا ما استثني بنص أو بعقد تكون على التيسير الذي يجري تكون بالمعروف على المتعارف عليه بين الناس. عند قول الله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، على تأويل من أول البيوت ببيوت الأبناء، ظهرت مسألة فقهية أو ظهر مستند للقائلين بأن شهادة الولد لأبيه ترد أو شهادة الأب لابنه ترد. يعني مثلا إذا كان ابنك رفع قضية على شخص في المحاكم وقال القاضي له أين شهودك، فيأتي بأبيه وأمه، فهل للقاضي أن يمتنع عن قبول الشهادة ويقول أبوك وأمك سيشهدان لك؟ أو إذا كان مرضيين تقبل شهادتهما لابنهما؟ فتلك مسألة طال الخلاف فيها بين العلماء، وليس عندنا نص صريح حاسم في هذه المسألة، فمن العلماء من يستدل بحديث ضعيف لا تقبل شهادة ظنين ولا تقبل شهادة قائن الحديث إلى آخره، سنده ضعيف. من العلماء من استل من الآية لما فسرها بأن المراد ببيوتكم بيوت أبنائكم أنني إذا شهدت لابني كأنما أشهد لنفسي، كأنما أشهد لنفسي. واستدلوا بحديث فاطمة عليها السلام إذ النبي قال إن فاطمة بضعة مني، فقالوا إذا شهد لا يشهد لنفسه، وإن كان سياق حديث فاطمة في زواج علي عليها. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه، أن تأمين مخزن عند قوم. يعني في ناس أثرياء عندهم مخزن في كل المطعمات والمشروبات وأنت أكلت من هذا المخزن لأنك تملك مفاتيحه، فلا بأس بالأكل حينئذ من هذا المخزن. قال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه. لكن يطرح هنا سؤال، شخص يعمل في مصنع عصائر مثلا، هل له أن يشرب طول اليوم ما يشاء لأنه شغال في المصنع؟ أو يعمل في مطعم، هل له أن يأكل من المشتهى أو لا؟ فمن العلماء من يقول إذا كان بالمعروف فلا بأس، لحديث إذا ولي خادم أحدكم طعامه فليناوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرا. ومن العلماء من يمنع، يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والعقد إنما كان متضمنا مالا مقابل العمل فيمنع لذلك. والذي ينبغي أن يقال إن المقامات تختلف. إذا كان مثلا شخص يعمل في مطعم في لحم ويقدم فيه لحم، فإذا أكل العمال من اللحم تضرر صاحب المطعم تضررا بالغا، أحيانا يتضرر تضررا بالغا، فالأولى له أن يستأذن، والأولى لصاحب المطعم أن يرخص لهم في الشيء اليسير، في الشيء اليسير، حتى يطبق سنة النبي في حديث إذا ولي الخادم طعام أحدكم فليناوله اللقمة واللقمتين. أما البياع الذي يبيع في دكان، يبيع شوكولاتة ويبيع زبادي ويبيع عصاير، هل له أن يفتح بطنه ويأكل كيف يشاء؟ بالطبع ليس له ذلك لما فيه من الإضرار بصاحب المال، والله أعلم. قال تعالى وما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، يعني ليس عليك إثم أن تأكل من بيت صديقك، فإذا ذهبت لزيارة صديق لك أن تفتح الثلاجة وتأكل بالمعروف ولا تنتظر إلى أن يأتي ويأذن، هو صديقك وأنت تحبه ويحبك ولكما تداخلات
معا، فلك أن تفتح الثلاجة وتأكل لقمة تأكل من المتيسر على ما يتعرف عليه الناس، ولا تحتاج حينئذ إلى تنطع واستئذان، لأنه صديقك، وليس له أيضا أن يشنع بك عند الناس ويقول فتح ثلاجتي وأكل من طعامي، فسيكون مخروم المروءة في مثل هذه الحال، والله سبحانه وتعالى وأباح للناس. وقد أبيح ما هو أشد من ذلك للقائمين على الأيتام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن بعد ذلك نزل قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. فكان الرجل في الأول يطبخ طعاما لنفسه وطعاما لليتيم، وربما طاقت نفسه لطعام اليتيم، ربما طاقت نفس اليتيم لطعام الرجل، فيمنعه ويمنع نفسه. فربنا بعد أنزل وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي الشأن شأن إخوانكم. فهذه مسألة أكبر من مسألتنا، ومع ذلك أبيح، إلا أن الله قيدها بقوله والله يعلم المفسد من المصلح. فمن الممكن أن تأكل على سبيل الإفساد والإتلاف فأنت تأثم حينئذ، لكن إذا كان شيئا بالمعروف على المتسامح به بين الناس فإن ذلك يباح. كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. فمثل زكاة المرأة في الفلاحين تخبز، ومر بها سيل فناولته رغيفا، تختلف عما إذا تصدقت بنصف الطبلية التي تخبزها بعشرين رغيف تضر، فإن الصدقة تكون بالمعروف. قال تعالى ليس عليكم جناح أي إثم أن تأكلوا جميعا أي مجتمعين أو أشتاتا. أبيح لنا أن نأكل فرادى وأن نأكل جماعات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. وشكى له أصحابه قالوا إنا نأكل ولا نشبع يا رسول الله، قال لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه مع شهرة هذا الحديث، إلا أنه ضعيف الإسناد. أكرر، حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه ضعيف الإسناد، ولكن قد يقوم مقامه في بعض معناه، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة. فالله هنا سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل مجتمعين أو متفرقين، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أحيانا بعض إخواننا لجهلهم بالآية يقول لا نجتمع أفضل، لأن الاجتماع فيه بركة على الطعام، لكن أحيانا يستلزم الأمر أن تقسم الطعام أحيانا. فمثلا إذا كان في طعام في بعض اللحم، لحم على صينية فوق الرز أو فوق سميها الناس الثريد في اللغة المصرية الفتة، واللحم على الوجه، في هناك ناس عندهم حياء، واحد يأكل قطعة ويترك لإخوانه، وهناك من هو طماع جشع يضع يده على اللحمة يأكل لحما بعد لحم، وإخوانه يتحرجون وهو لا يتحرج فيظلم إخوانه. الرسول ثبت عنه أنه احتز لكل صحابي كان معه جزءا من الشاة. فإذا استدعى المقام أن نقتطع لكل شخص قطعة لحم، فلا بأس أن نقتطع لكل شخص قطعة من اللحم، والشريعة تساعدنا على ذلك. تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتز لكل صحابي قطعة، وكان يقسم الثياب أيضا بين الصحابة بدليل حديث يا مخرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك. فلا إثم علينا إن أكلنا جميعا، ولا إثم علينا إن أكلنا أشتاتا. ليس عليكم جناح أي إثم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوت